السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا طلابنا الأكارم بدرسنا الأول لمادة مشاريع التصميم المعماري. بهذا الدرس راح نشوف لمحة عامة، لمحة أولية عن درس المشاريع التصميم، عن أهمية مشروع التصميم في حياة الطالب، كيف بيتطور هذا المشروع، إيش المطلوب. وخلال الأسابيع الأولى من درس التصميم، الأساتذة إيش متوقعين من الطالب، وشو الأمور المطلوبة، إيش بيطلبوا وظائف، إيش الأبحاث اللي بيطلبوها من الطالب يأمنها. راح نشوف نظرة عامة عنها مع شوية أمثلة. طبعا بعض الطلاب ذاتا أخذين مشروع تصميم قبل هلأ، فعندهم فكرة رئيسية، ولكن يعني ما في حرج يعيدوا الأمور الثانية لحتى يصير عندهم مفهوم أشمل لما بيشوف الفكرة الكبيرة أو الصورة الكبيرة لمشروع التصميم. طبعا كمان في سؤال كتير وردني إنه على منصات التواصل، كيف حتعطي مشروع التصميم والطلاب، كل طالب عندك في جامعة معينة وكل طالب عندك في مشروع معين. مثل ما قلنا نحن بالدرس الماضي، هذا الدرس راح يفيد كل الطلاب بشكل عام، لأنه راح يمشي بشكل يعني راح يكون مساندة أو دعم لطالب المشروع التصميم. أنا ما راح أعطي التصميم، ما راح أعطي مشروع معين، أمسك مثلا أقول أنا مشروعي الثالث لنفترض، اللي هو تصميم مدرسة ولا مشفى ولا إلى آخره. أنا راح أعطي بشكل عام، حتى ممكن من المشروع الأول، ممكن من المشروع الثاني، ممكن حتى مشروع التخرج. حنشوف حتى يعني بالأمثلة العملية، بالتطبيق العملي اللي راح أشتغل عليه، حيكون واحد من مشاريع التخرج يعني في جامعة اسطنبول صلاح الدين زعيم. فكيفية تطور الأمور، أنا بس بهاي الدورة راح أورجيك كيف بيتطور المشروع، وأنت كطالب يعني كالعقلية تبعك كيف راح تشتغل من أسبوع لأسبوع، ومن كيف تنقل شغلك من برنامج لبرنامج، أو من فكرة كيف تنقلها من سكتش إلى 2D إلى 3D وما إلى آخره. راح تفيد الجميع إن شاء الله هي الدورة، وبنصحكم مثل ما قلنا. هلا خليني شوف أعرض الأمور الرئيسية والمحتويات لهذا الدرس. نحن مثل ما قلنا كل درس راح نعطي، قبل البداية في كل درس راح أعطي مثلا 4 أو 5 نقاط أساسية راح يتحدث عليها في هذا الدرس. فهي راح تكون مثل الفهرس أو المحتوى. أنت كطالب مثلا إذا شفت نقطة مهمة مثلا حبيتها أو بدك ترجع لها في المستقبل، فما في داعي مثلا تقعد تبحث في كل الفيديوهات وترجع تعيد وتروح وقتك يمين ويسار. لا، فورا من هذا المحتوى ومن هذا الفهرس عندك تعرف أنت 4 5 نقاط، تعرف أنت النقطة اللي أنا حكيت عنها واللي أنت محتاجها بأي مكان، فبتصير بتقدم الفيديو وبترجعه على يعني على احتياجك. طبعا في اليوم بهذا الدرس راح نشوف كيفية تطور المشروع. راح أمسك مشروع واحد، المشروع الأول يعني في جامعة يلدز تكنيك كان كمثال يعني، وشوف أسبوع ورا أسبوع كيف الأساتذة راح يقدموا المشروع. التعامل مع الملفات المعطاة كمان مثل ما قلنا، راح أعطي مثال انه انت كطالب مشروع الاستاذ شو راح يعطيك، ملفات، راح يعطيك ملفات اوتوكاد، راح يعطيك شوية عرض شو المطلوب منك ما الى اخره، كيف تتعامل معهم. راح ناخذ راح نشوف عنا شوي لمحة اليوم. مفهوم اليوم، اليوم راح نحكي عن الملموس والمجرد واللي هو الصوت والصمت. طبعا حبيت انا بكل درس من هاي الدورة، نحن عندنا في حوالي 12 او 14 اسبوع، كل درس راح أعطي مفهوم جديد. طبعا حاليا عندي 4 5 أو يعني ممكن 5 6 مفاهيم حاليا في بالي، اللي هن الأساسيات واللي دايما نحن كطلاب عمارة دايما بنصير نسمعهم من أساتذتنا والبروفيسور المعماري، ولكن أوقات ما بتعني لنا شيء، يعني ما بنفهم شو قصده بهذا الشيء. يعني أنا ممكن سمعان بحياتي الدراسية سمعان كلمة صوت وصمت يمكن 100 مرة، ولكن يمكن ولا مرة فهمت إيش معناها بعد مثلا ما تخرجت وصرت أبحث وصرت يعني أشتغل على حالي وكذا، حتى فهمتها من يعني مصدر خارجي تماما هذا المفهوم. فهي الأمور، هاي المفاهيم رح نكون معكم فيها. طبعا ممكن في كل أسبوع أكثر من مفهوم، ممكن أنتوا
كل طالب، نحن طبعا على حسب منصات التواصل مثل ما قلنا، كل طالب يشوف استاذه ايش اهم المفاهيم اللي عم يركز عليها خلال فصله خلال هذا الدرس التصميم، ويصير يطلبها منه. مثلا اليوم الاستاذ استخدم المفهوم الفلاني او الكلمة الفلانية المصطلح الفلاني وانا ما فهمته، فبنصير بنضيفه ان شاء الله بدرس ورا درس، وهيك بصير الفائدة بتعم الجميع، وتصير المفاهيم المعمارية الاساسية انت بتصير حديثك كمعماري، او انت مثلا بعد التخرج لما بصير عندك زبون، او حتى خلال دراستك، يعني انت خلال شرحك لمشروعك هاد عند التسليم النهائي لما تعطي عليه برزنتيشن او تقدم سنوم تحكي عن المشروع، ايش المفاهيم، ايش الكلمات الحلوة اللي انت يعني بتشرح مشروعك وبتفهمها وبتوصلها للاستاذ بحيث يفهم انك يعني يا كلاضن مثل ما بيقول، انه اخذت المفاهيم الاساسيه. طبعا اليوم الملموس والمجرد رح نحكي، رح نشوفهم بشويه، نعطيهم شويه وقت. بعدين قلت بما انه لسه الدوره البدائيه، يعني دوره او الدرس الاولي هذا لهي الدوره، رح اعطي شويه نصائح قبل البدء بالحياه المعماريه رح تفيد الجميع ان شاء الله، حتى يعني المهتمين يعني وان كانوا بسنوات متقدمه، هيك نصائح ان شاء الله راح تفيدهم. طيب، وأظن راح أقطع الفيديو أنا لقسمين. القسم الأول هو راح يكون هالأربع نقاط، هاي الأربع مفاهيم، والقسم الثاني حيكون التطبيق العملي. هذا راح أعمله بفيديو ثاني إن شاء الله. راح أعمل بداية مع الأوتوكاد، راح أشرح شوي عن البرنامج، الواجهة الرئيسية، الأوامر الرئيسية، أنت كمعماري إيش بيلزمك. هذا كل شيء كله راح نشوفه إن شاء الله بالتطبيق العملي بالفيديو اليوم الثاني. طيب، خليني بلش ب طيب هاي النقطة الأولى راح نبلش معها، نقطة كيفية تطور المشروع. إيش يعني كيفية تطور المشروع؟ هذا مثل ما قلنا مثال لدرس من دروس يلدز تكنيك، واللي هو المشروع واحد اللي بيعطوه في الفصل الأول لكل طلاب المعمارة. راح نشوفه راح نشوفه شوي بفتح ملف البي دي اف بتاعه هيك. طبعا بنصح كل الطلاب، انت بأي جامعة كنت بأي فصل كنت، بنصحك أول ما تبدأ أي درس خذ هذا الملف من أستاذك، أو هو اللي سادة بيعطيه وبينشره على منصة الدرس، أو ممكن تاخده من المنصة البورتال الخاصة في الجامعة. فيك تنزل هذا الملف، هو الملف هيك ملف بيكون شرح لكل درس. طبعا بيعطيك الكود، بيعطيك عدد الكريديت وعدد الساعات، كم ساعة أيقولما وكم ساعة نظري. ليش الدرس هذا بفيد؟ لأنه بيكون بيعطيك مثلا حتى معلومات الفصل، معلومات اللغة، ايش المستوى تبع الدرس. كمان بفيدك هون في نقطة كتير مهمة، درس أماجب، ايش الهدف من هذا الدرس. هون انت بتصير بتفهم مثلا ميماري تصالون اركن صفحة لندن اعتبارا çok yönlü düşünme ve farklı ilişkilerin doğurduğu mekansal çözümleri üretme becerisini ve yani المهارات التصميم. انا لانه شوي الشاشه عندي شوي صغيره فالاحرف ما عم تنقرا معي منيح. كيفيه تطوير مهاراتك المعماريه، كيفيه انت نفسك كيف تشتغل على حالك، تطور فكرك المعماري او تطور تشوكيو نيدشن ما، يعني الافكار بشكل مختلف يمين يسار، ربط العلاقات مثل ما حكينا عنها في المره الماضيه وما الى اخره. طبعا درسين اتشاري المحتوى تبع الدرس، ايش الشيء اللي راح يتصمم بهذا الدرس. مثلا في هذا المثال كونوت تيك اف تصارم، مثل كمان مش ممكن مثلا شيف ريفري لان كولانما استخدام الداتا تبع المحيط، يعني استخدام معلومات المحيط. مكان لري كولانجلرين يونليك
يعني يونيك اوراك مسلمه، انت توجه هذا المكان لحسب المستخدمين ايش بيطلبوا دشنا بالماء. مثل ما قلنا تقريبا بعض المفاهيم اللي حكينا عنهم بالدرس التعريفي المره الماضيه نفسهم عم يعطوكم يا هون في التصرم واحد، ولكن هون بتفهم اهم شيء اللي راح تفهمه هون الشو اللي راح يتصمم. مثلا هون في هذا المثال كونوت تيك اف بيت بي يعني او يعني شقه واحده، يعني بتكون مثلا ممكن بيت مستقل او ممكن فيلا كبيره او يعني حسب طبعا المكان اللي انتم بتشتغلوا فيه، ولكن تعرف انت ايش هدف هذا المشروع. طيب كمان ايش ممكن نستفيد من هذا الملف؟ نستفيد انه بتشوف بالبدايات الاولى مثلا في عندك هون مثلا مودول 1 مودول بير بالاول اسبوع ممكن ثاني اسبوع وحتى الثالث بنضل عم نشتغل على مودول بير، يعني بنضل نشتغل في ممكن مشروع جانبي هذا بيسموه. في بعض الجامعات حتى ممكن عندهم مودول بير مودول كي وبعدين الثالث بيصير مشروع تصميمك انت، ولكن في هذا المثال عندهم اول 3 اسابيع بيعطوا كمثال، يعني هون المطلوب بهذا المودول بير انك تجيب مثل ما بهون اتشيك لامالاج موجود بميماري بروجين üretildiği dönemdeki mimarlık bilgisini ve mimari özelliklerini literatür araştırması iş yani bahs edebi had bisir şi abil ma tbelish انت بمشروعك التصميم. يعني على سبيل المثال بيطلب منك انت تروح تبحث عن مكان او عن مبنى معين صار في مكان ما في يعني في العالم، طبعا بيكون انترناشونال مو ضروري بس بتركيا، وبيقول لك ان تجمع معلومات عن هذا المشروع عن هاي الكتله عن هذا المبنى وانت بتصير بتجمع معلومات. طبعا راح اشرح هلا شوي تاني او حتى خليني فورا اشرح كيفيه البحث عن مشروع او عن مبنى مصمم من قبل، وانت راح تجيب بحث عنه وتعمل بحث عنه حسب المطلوب منك. طبعا اهم موقع بالنسبه للطلاب المعماره هو موقع الارك دايلي، موقع رهيب جدا بينزل معلومات وبينزل اخبار العماره بشكل دوري حتى بشكل يومي، كل يوم ينزل عشرات وحتى مئات المشاريع. وطبعا هيك في البدايه اول ما تفتح الموقع اسمه ارك دايلي، اول ما تفتحه بيكون في يعني نافذه للتصاميم او المشاريع اللي نازله جديد او الاكثر تداولا يعني بين المعماريين بين المستخدمين. طبعا بتنزل لتحت في كل مشروع وقت يعني المشاريع بتصف لك اياهم بالبدايه حسب يعني الاكثر الاحداث المنزل على الموقع. موقع كتير حلو واحلى شيء فيه مثلا على سبيل المثال رح اعطي المشروع اللي انطلب مني انا خلال السنه الثانيه، اتذكر كان اسمه ميوزيوم اوف ارت بساو باولو بالبرازيل للمعماريه اسمها لينا بوبارتي. طيب هذا المشروع انطلب مني انا كبحث، والمعلومات طبعا جمعتها من عده منصات ما كنت بعرف هذا الموقع بالذات، ولكن هذا الموقع رح يعني رد اشوف عليه مثال لانه بيشمل كل شيء. فانه عندك الليتراتور مثل ما بيقول التركي يعني البحث الادبي او الكتابه ممكن يكون مكتوبه من قبل الموقع، او ممكن هون بيكتب لك حتى من قبل مين كتبت ونشرت هاي المقاله، ممكن تكون حتى في حالة المعماريين اللي لسه عايشين وحالة المكاتب القوية العالمية بيكون صاحب المشروع نفسه هو يعني المعماري المشهور أو المعماري أي معماري ناشر مشروعه هو نفسه اللي كاتب هاي المقالة. فلذلك بتكون كتير مفيدة، بتفهم وجهة نظر المعماري نفسه، بتفهم هو كيف فكر وهو كيف بدأت الفكرة معه وكيف اتطورت وما إلى آخره. طبعا كمان في يكون الموقع فيه صور يعني منظمة جدا يعني عن المكان اللي عم تدور عليه عن المبنى وما إلى آخره. وفيما تحت وطبعا كمان بتشوف المخططات الهندسية كاملة، يعني بأغلب الوقت في تقريبا 90% من المشاريع الموجودة على هذا الموقع
بتشمل مخططات هندسية، الرسومات الهندسية، البلانات، الكاسيت مثل ما شايفين، ممكن حتى موقع عام. هو ممكن شوي قليلة يعني، ما في مثلا واجهات، ولكن بشكل عام باقي المشاريع بتشوف كل المخططات الموجودة، كمالة بحث وما إلى آخره. بتشوف هدول الصور بتفيدك كتير، بتعرف تفهم إيش المبنى هذا عن إيش، فبتفيدك ببحثك اللي حتقدمه. مثلا طبعا بيعطيك مصادر أي كتاب، أي صفحة، حتى المصادر اللي جمع منها هاي المعلومات. بيعطيك شوية معلومات أساسية عن المكان، ساو باولو البرازيل، ميوزيوم، اكزيبيت، معرض، متحف. لينا بوباردي المعماري بيكتب لك اسمه، سنة التصميم أو سنة التنفيذ، والمصورين اللي جمعوا صورهم هون. فهذا الموقع أنا بنصحك كتير تستخدمه، وتصير يعني تستخدمه يوميا حتى، لأنه لمجرد استخدامك لهذا الموقع بتصير بتتابع أحداث، وبتتابع أخبار أكبر الشركات. مثلا لنفترض أي شركة كبيرة، زها حديد، فوستر، وما إلى آخره، إيش ما بينزلوا موقع جديد أو تصميم جديد، مشروع إن كان حتى بدأوا فيه تصميم، ولا نفذوا، ولا خلصوا افتتحوا، كل أخباره هذا بتنزل هون في هذا الموقع أول بأول. فكتير حلو ومفيد. وطبعا في أفضلية هون إنك تصير عندك حساب، وتصير تعمل بوك ماركس، وتعمل بانلز خاصة فيك، وتجمع الأفكار أو المشاريع اللي شايفها اللي أنت حابة تجمعها في منصتك. طيب، مشروع آخر أو موقع تاني، موقع آخر هو أركيتايزر. موقع كمان كتير حلو مفيد بالنسبة للمعماريين. بنفس المبدأ، فيك تبحث عن مشروع، عن صورة، فيك تبحث عن مانيفاكتشر، المصنع. إذا أنت مثلا في مشروع معين شفته، وشفت التصميم أو الشغل، الإنتاج بتاع البرودكشن اللي صمموه، أو الشركة اللي أنشأته اللي اشتغلته، عجبتك مثلا، بدك تفاصيل أكثر، فبتصير من هذا الموقع بتبحث عن المصنع، وبتصير مثلا فيك تزور موقعه الرئيسي، وتنزل معلومات أكثر بالنسبة لها بتفيدك في مبناك أو في بحثك. طيب، في كمان موقع آخر اسمه ديزين، أنا كنت فاتحه هون. موقع ديزين كمان موقع كتير حلو ومنظم. طبعا هو عبارة يعني مجلة، ماجازين دورية، تجي كل ممكن من أسبوعين مرة حسب ما أذكر، وتهتم بكل أمور التصميم، يعني مو بس بالعمارة، في أمور مثل ما شفنا يعني بالأكل والتصميمات بشكل عام، ولكن فيها قسم معماري كتير كبير، وفيك تبحث عن في مثلا هون الجوائز، جوائز معمارية، جوبز، إذا مثلا رايد تقدم على عمل كمان بخص العمارة وكذا، انتيريورز وديزاين وتكنولوجي، يعني بتهتم بكل الأمور الأساسية اللي بتفيد المعماري. كمان من المواقع الدورية اللي لازم المعماري يشوفها. في موقع مهم كتير اسمه أركنت، راح نشوفه هلأ. هذا الأركنت هو تابع لمنظمة خان، اللي أظن كانت بمركزها بلندن، مركز أبحاث، وبيركز على الأبحاث الإسلامية. ففي هذا الموقع بتشوف كل المباني التقليدية الإسلامية اللي ممكن تفيدك. أي مبنى أنت بيخطر على بالك بدك تبحث عنه، تجيب عنه بحث، حتلاقيه بهذا الموقع. فيك فورا تكتب اسم المكان هون من السيرش، او فيك تشوف التايم لاين، الجدول الزمني. لما حنفتح الجدول الزمني هتشوف انه بداية من القرن السابع، من بداية الامويين، العصر الامويين، العمارة الاموية، ومتطورين، يعمل لك يعني عصر عصر، لحتى مثلا مثل ما شفنا هون الامويين في اسبانيا، العباسيين، الفاطميين، السلجوقي، العصر السلجوقي والايوبي وما الى اخره، بيجي للعثماني، طبعا من اكبر العصور الموجوده. نفترض دخلنا على العثماني، هيك بتشوف كل المباني الموجوده كمان بالترتيب المهم. مثلا نفترض دخلنا على مبنى السليميه في اديرنا، وحتشوف معلومات اساسيه عن هذا المكان، ديسكريبشن، في وصف معين هون حيكون بيشرح لك كمان
كل شيء بخص المبنى، كل شيء بخص طريقة، يعني الشيء اللي بتعلق بتصميمه وتعلق بمعلومات عنه، تلاقي داتا، معلومات خاصة مثلا مين الأشخاص اللي ساهموا في بنائه، مين المعمار تاعه، أي زمان بأي وقت، إيش اللي طرأ عليه من تغييرات مثلا في بعض الأماكن أو المواقع، عند سنة معينة مثلا تغير من كنيسة إلى جامع مثلا أو ما إلى آخره، هذا كله بتشوفه خلال هون. طبعا الإيمجز كمان هون بتشوف صور عن هذا المبنى ما بتشوفها بأي موقع تاني. يعني أنا حاولت ما شفت موقع بيهتم بالصور بهل المباني هدول مثل هذا الموقع، بيكون صور شاملة وبيكون صور مفصلة، يعني بتلقط كل الديتيلز الموجودة، كل التفاصيل الموجودة في كل مبنى. طبعا هذا بفيدك كتير إذا كان عندك بحث يتعلق مثلا في نفترض درس تاريخ، أو حتى درسك مشروعك التصميم حتضيف عليه شوية معلومات تاريخية من مبنى تاريخي. طبعا في هون كمان قسم الببليكيشن، إذا كان في مقالة أو بحث منشور بخص هذا المبنى. هذا كان مختصر لأنت كأول 3 أسابيع لما بينطلب منك بحث معين، كيف تعمل هذا البحث. طبعا ممكن حنشوف كمان شوية نماذج عن المعلومات اللي انت جمعتها. مثلا نفترض عندك بوستر طلبوا منك مثلا بأي صفر، انت تحط مثلا الصور، تحط المخططات المعمارية لهذا المبنى اللي صممته، تحط شوية كتابات، يعني صور ممكن انت صورتها وما الى اخره، تنشئ انت البافتا اللي بدك تسلمها اللي يعني تتضمن معلومات هذا المبنى. هذا كله خلال اول 3 اسابيع بالمودول بير او المودول اللي حسب الجامعه اللي بتكون عندكم. طيب بعد المودول بير بيصير مبلش بالمودول كي واللي هو الاساسي، اللي هو انت هذا الفصل مشروعك الكامل. طبعا بالبدايه بيبدا بالير كفرم وزرينات اتشما، يعني مجرد نقاشات حول المكان، كيف. طبعا كمان كثير مهم مثلا زياره المكان، هون في بالبدايه في اراضي جزيسي، انت بتروح بتزور المكان اللي حتعمل فيه تصميمك. مثلا في بعض الجامعات بتروح على مدن ثانيه، مثلا احنا في المشروع الثاني رحنا مدينه قيصري، في المشروع الثالث رحنا ادرنه وما الى اخره، مشروع التخرج كان مثلا بإزمير بأيفالك. هاي شغلة كتير كتير حلوة بالنسبة لطلاب العمارة، انك تاخذ مشاريع في اماكن تانية، وبتصير انت بتزور بتتعرف على ثقافة مدن تانية، بتتعرف على هويات بصرية لمدن تانية، بتصير عندك فهم او يعني وعي معماري مختلف، يعني بتصير عندك خلفية كتير منيحة بالثقافة المعمارية. طبعا بأول كم أسبوع بيكون أناليز تحليلات، هدول طبعا رح نشتغل عليهم بإذن الله بالأسبوع الجاي. حنبدأ بشوية تحليلات، كيف تحلل الأرض، كيف تعرف أماكن نقاط قوتها ونقاط ضعفها للأرض، الناس كيف حتوصل لها وما إلى آخره. طبعا ممكن بعد عدة أسابيع بصير ندخل في التصارم نفسه، بصير أنت بتصير بتنشئ تصميم لك. يعني مثل ما شايفين أول تقريبا 7 أسابيع هو عبارة عن تجميع معلومات أو فهم كامل للمكان أو لأماكن مشابهة وما إلى آخره. أنت من بعد الأسبوع السابع بتصير تبدأ بتصميمك، بتصير ترسم، بتصير بتصمم، بتصير بتغير، مثلا بتحط بلان ما بتزبط بترجع بتعيده وما إلى آخره. طبعا في بيكون رصناف مثلا بيشمل الامور اللي فوق. طبعا هذا الشامل لهي الجامعه اللي مثل ما قلنا جامعه يلدز تكنيك. طبعا في جامعات ثانيه مناهجها مختلفه ونظمها، ولكن بشكل رئيسي كلهم لهم نفس السياق او اغلبهم بيكونوا نفس السياق ونفس السيستم. طبعا في شيء اسمه جوري، اكيد اللي بيعرفها الجوري الله يعينه، اللي ما بيعرفها الجوري اكيد يعني سمعان عنه بالنسبه للطلاب، انه طالب عماره معناها في عنده جوري. مثلا ايش الجوري؟ الجوري انك بيجيك اشخاص او دكاتره او حتى مثلا ممكن يكون مساعدين من
دروس تانية، انت مو نفس دكتورك اللي انت عم تتعامل معه وعم تاخذ منه كريتيك كل اسبوع، عم تاخذ منه نقد او عم يصحح لك مشروعك كل اسبوع. بيجوا لعندك دكاترة تانيين من مشاريع تانية، فبتصير انت كل الصف بيعرض البوستات بتاعه البوسترات، وبصير تحكي قدام هي الجوري، بصير تشرح لهم فكرتك وما الى اخره. طبعا هاي شغلة كتير مهمة بالنسبة لطلاب العمارة، لانه في شيء اسمه الببليك سبيكينج، هذا الشيء كتير مهم. اهميته انك انت حاليا كمعماري باغلب الاوقات انت خلال شغلك عم تشرح لدكتورك، او في بعض الاحيان مثلا الدكتور هو نفسه بقلب الصف بيخلي البافتايات بيخليهم يعلقون، وبيصير تشرح انت قدام الصف، قدام رفقاتك، قدام يعني ناس ممكن تكون متعود عليهم نوعا ما. ولكن اهميه الجوري انك بيجيك لجنه من برا، فبتصير يعني بصير عندك نوعا ما هذا الحاجز الخوف قدام لجنه اجنبيه او لجنه غريبه، كيف احكي انا قدام ناس غرباء، كيف اقدر اطور حالي، اقدر اوصل فكرتي بدون ما انعبط. طبعا اكيد راح واحد راح ينعبط ويتوتر ويصير هيجان لانك مثل ما بقولوا بالتركي، بس مع ذلك الجوري شوي وحده عن وحده، جوري عن جوري، مشروع عن مشروع، فصل عن فصل، انت راح تحس حالك صرت كتير اريح وتتكلم باريحيه اكبر مع تطور الوقت، وهذا الشيء بفيدك كتير كتير بعد تخرجك. ليش؟ لانه طبعا انا مثل ما هي تجربتي انا اللي عشتها، انه خلال تواصلي مع الزبون صرت انا مثلا اشرح المشروع نفسه، مثلا في المكتب التركي اللي اشتغلت عندهم يجي الزباين مثلا اللي كانوا عرب، مثلا ممكن يكونوا من السعوديه، ممكن من الجزائريه والى اخره، ممكن حتى يكونوا يعني انا بالنسبه لي اللي عايشتهم هيك كانوا. فصرت يعني اطلع انا نفس التصميم تصميمي وشرح شرحي، طبعا باستشاره المكتب او تحت السوبرفيجن تبع المكتب، ولكن صير انا اشرح المشروع بشكل كامل، وصل الفكره بشكل كبير، وصير اتفهم اقدر اتفهم معهم على نقاط، بتصير انت بتعرف يعني هذا الحاجز بصير عندك بيزول يعني انه. فالجوري له اهميه كبيره كثير، حاولوا تركزوا عليها. مثلا في ناس كثير مثلا عند الجوري مثلا ما بيجوا على الدرس، ولا بيريدوا مثلا يغيبوا ولا كذا، انا بنصح استغلوا الجوري، لانه بتاخذوا كمان حتى افكار كثير منيحه، بتاخذوا يعني مثل ما بيقولوا باكش اتش وجهات نظر مختلفه، بتخليك تفكر من مناظير ثانيه، تخلي يعني طريقه تفكيرك تتوسع بشكل افضل. فهي الجوري طبعا اكيد في بيكون 2 جوري اول اسبوع، بعدين بيعطوكم مده ثانيه تصير تصحح، بعدين تعمل الجوري الثانيه، وكمان اشغال كثير لحتى يصير عندك تسليم المشروع. طيب هي شوي اخذ وقت كيفيه تطوير المشروع، بس ليش ردت احكي عنها هي بالذات؟ لانه حتى انا مثلا حتى الفصل السادس او حتى الفصل السابع انا يعني ما عرفت اروح على المشروع وما اعرف ايش عم يصير، يعني انه ايش الفصل، ايش المطلوب هالاسبوع، ايش المطلوب الاسبوع اللي بعده، ما عندي اي فكره، بس انه مجرد الاستاذ عم يقول مثلا الاسبوع الجاي جيب كاسيت، ف بس بحاول اشتغل وما بيصير، وبصير مثلا باخذ وقتي كثير، مثلا الشيء المطلوب مني مثلا في اسبوع باخذ فيه مثلا 3 أربع أسابيع، بوصل للاخير عند الفاينل ما بيبقى مثلا اسبوع او اسبوعين وما بايدي شيء، ما في يعني ما في شغل خالص يعني. فبصير هذاك الوقت مثل ما نحن كلنا بنعرف بصير الواحد بيرقد بيحاول يلحق، وقبل الحقيقة لا، ولكن لذلك برايي داركوا هذا الموضوع من البدايه، فهموا كل أسبوع إيش النقطة المطلوبة منك، هيك تعرف حالك، بتطور حالك بطريقة منظمة أكثر. طيب ما أخذ وقت أكثر على هاي النقطة، لأنه أخذت كثير وقت صار. طيب التعامل مع الملفات المعطاة، هون عندي مثال، مثل ما قلنا هذا المثال جايبه أنا من جامعة اسطنبول زعيم يونيفرسيتي هون في اسطنبول. طبعا هون مشروع تخرج، ف يعني ما بيختلف، ممكن ما يختلف كثير عن
عن الملفات اللي ممكن يعطوكم اياها، حتى لو انت مشروع تاني او مشروع تالت رح تاخذ امثله او ملفات هيك. الملف مثلا بيكون اول شيء بيكون سنم، بيشرح لك، هو الاستاذ بيعطيك سنم، بيعطيك شيء بيشرح لك فيه ايش رح نشتغل بهذا الفصل. رح نشوف مثال عنه هلا. بيعطيك مثلا في شيء اسمه يونيرجا اللي هو التوجيهات، وكمان بيعطيك شوية ملفات أوتوكاد، مثلا الأماكن اللي المكان اللي أنت راح تشتغل عليه. الأستاذ وظيفته هو يأمن لك ملف الأوتوكاد الخاص في الأرض بتاعه، أو في بعض الأحيان، في بعض الجامعات حتى سمعت إنه الأستاذ ما هو بيجيب لك الملف، بيقول لك أنت مثلا كطالب كجروب ممكن تروح مع أصدقاء تركيين، تروحوا على بلدية معينة وتطلبوا ملفات الأوتوكاد من البلدية. طيب راح نشوف اليوم بالتطبيق العملي، بالفيديو الثاني راح نشوف قصة ملفات الأوتوكاد وإيشو الملف اللي بيجيك، كيف تتعامل معه. بيكون الملف كتير كبير وفيه داتا كتير زيادة، معلومات يعني ممكن مفيدة وغير مفيدة، ولكن كيف تتعامل معه راح نشوفه بالقسم الثاني من الفيديو. هلا راح نشوف شوي ايش مثلا السنوم اللي بيعطيك اياها الاستاذ، او راح نشوف ثانيه. نفترض هذا هو يعني مثلا احد الامثله اللي شفته، مشروع تخرج. فبيصير الاستاذ بيعطيك مكان الارض، طبعا هون هي ارض في اسطنبول في منطقه جايرتا بقليبه، بيحدد لك مكان الارض. طبعا هون المشروع في عندهم كذا خيار، ففي ثلاث اربع خيارات لمكان اختيار المشروع. بعدين كمان مثل ما قلنا اهم شيء بيعطيك اياه اما جبي كابسامه، ايش الهدف من هذا المشروع، ايش المغزى، ايش الاشياء اللي راح تتعلمها، ايش الاشياء اللي هو الدكتور بيركز عليها، كمان هي مهمه كثير. طبعا بعدين بيصير بيشرح مثل ما قلنا ارا جوري وتروم لر. في بالنسبه لمشروع التخرج هو غير مشاريع التانيين، مشروع التخرج ما بتروح بالدوام كل اسبوع، وانما بتروح بس على الجوري، يعني بيكون عندك شهر كامل تشتغل فيه لحالك، بتروح على الجوري بعدين شهر كامل تشتغل فيه لحالك، بعدين جوري تانية، بعدين شهر كامل وتسليم نهائي. فعم يشرح عن هذا الامور. طبعا بيحدد لك مثلا امور الساعه، ايمت التسليم، بحدد لك الشروط، ايش المستخدم او الشيء المتاح انت اللي لك في الجوري، وشو ما بس تستخدمه. فاينل تسليم، الفينال تسليم كمان كوشولار، بيقول لك مثلا البروجي، بيقول لك انواع الورق مثل ما اللي شاف بالرسم الهندسي، بيقول لك مثلا ابير او اصفر لازم يكون، ديكاي مثلا هون، يعني الاوراق هاي الكبيره لازم تكون مثلا عموديه. طبعا هذا في هذا المشروع، انت حسب كل مشروع وكل استاذ له شروط معينه. يعني مثلا هون الاستاذ طالب مثلا سي دي، طالب ملفات البي دي اف، طالب الجي بيج وما الى اخره. طبعا في حالات خاصه وهيك. بيعطي الاستاذ كمان حتى شويه مثل وقت عن جدول زمني لكيفيه عملك، يعني انت بتصير وبيقول لك كمان هون في كل جوري ايش مطلوب منك. فمثلا هون في الارا جوري او البرنج جوري مطلوب هو الواحد على ألف، والاناليز لوحة التحليلات وكذا، واحد على 500 الوزيات بلان الموقع العام. هذا الواحد على ألف وعلى 500 يعتبر مقياس كبير شوي ما فيه تفاصيل زيادة. فبأول جوري هو مجرد بس بده يشوف فهمك للمكان، فهمك للمحيط، الاناليز تاعك لازم بتكون صح ما بتكون، شو الاساسات او المصادر اللي جمعت منها معلوماتك، هذا كله بدي اشوفه منك بالجوري الاولى. بالجوري الثانيه بصير انت بصير عندك كونسبت بافتص، بصير يعني انت عم تولد افكار هذاك الوقت. بصير في شيء كمان اسمه افان بروجي واللي هو الكونسبت بروجكت مثل ما بيقولوا. طبعا هذاك الوقت انت بتدخل على تفصيلات اكثر، بصير عندك مثل ما هون مبين كات بلان، الكاسيت، الجرنش، البلانات والمقاطع، وهذا كله بيكون واضح عندك، بتعطيه بالجوري الثانيه. وبالاخير بالتسليم الاخير بطالبين كل شيء بالتفصيل حتى
بالمقياسات الصغيرة يعني. طيب طبعا اكيد يعني في طلاب لساتهم بالفصل الاول والفصل الثاني وعم بيقولوا ليش عم ورجي مشروع تخرج، لانه يعني هذا الشيء بفيدك كثير، وانت لما بتشوف مثلا اي مثال وان كان اعلى شوي من المستوى اللي انت لساتك فيه، هذا بيرفع من سويتك، بيرفع من فهمك للملفات او الاشياء اللي عم تجيك من استاذك. هذا الشيء يعني بيعزز تواصلك مع أستاذك، تعرف إيش المطلوب منك خلال هذا المشروع. بتنزل لتحت بيورجيك طبعا بملف الأوتوكاد، راح نشوف هذا الشيء. هذا طبعا مستخرج من ملف الأوتوكاد نفسه، الأرض وعليها إشارتها. طيب طيب خليني أنهي اليوم أو مو اليوم هذا الدرس، خليني أنهي عند هاي النقطة، عند التعامل مع الملفات المعطاة. رح أقطع الدرس لثلاث أقسام أفضل. رح أحكي هلأ بالدرس اللي بعده عن مفهوم الملموس والمجرد اللي كنا وعدناكم نحكي عنه في هذا الدرس. تابعونا في المقدمة في القسم الآخر.